خير. لا 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 عن جد، التشخيصة هذه ولا الترسيمة ولا الحطة على حسب المسميات السعودية غلط، وبالعربي ما يسوي هالشي هذا إلا اللي يبي يتسعود بس ما ضبطت معه. لكن خلوني أوريكم كيف هي أنواع الحطات ولا التشخيصات ولا الترسيمات السعودية شتى أنواعها وأشهرها. هذا الشماغ، النوع الثاني اللي هي الغترة أو الشماغ الأبيض، عندنا الطاقية المطرزة الكاملة، وفي الطاقية الشخال واللي يسموها المشغولة. هذا هو العقال، وفي فئات معينة ما بتلبس العقال. هذا هو البشت أو المشلح، وعادة يلبس في المناسبات والأعياد والأعراس، وقليل نادر تشوفه أحد لابسه في الشارع عشان ما حد يضحك عليه. نبدأ أول شيء بطريقة لبس الطاقية، غالبا عشان الناس يكونون حريفين، تعرفون واحد كيف حريف ولا لا. الخياطة هذه اللي تكون غالبا ما بين مشبوكة ما بين جزئين في الطاقية لازم تكون خلف الرأس، يعني تكون تحت الشعر شوي وما توصل نص الجبهة. نيجي دور الشماغ الأساسي العادية. طبعا العقال ما يلبس بهالشكل وخلاص زي اخواننا، لا يعني مثلا يعني لا، اول شيء لازم اشد الشماغ من الجوانب وابدا اشوف هو في النص. على فكره العقال هذا اللي هي الفصله، الحياكه هذه المفروض تكون من الخلف، وبعدين الحياكه الصغيره تكون تحت الحياكه الكبيره، ما تكون بالشكل جاية، لا تكون بالشكل هذا. يعني أهم شيء يكون الملزام، نسميه ملزام، يكون معقول. غالب الناس يكثروا النشا علشان يصير شاقص ويعطي انحناء من يمين يسار بشكل حلو. حق النشا كذا. هلا. هذا طبعا اللي مرة مليان نشا يخاف انه يتخرب تشخيصه. سين القلم على فكرة شيء أساسي، وعشان زيادة الكشخة زمان كانوا يحطوا النظارات كذا هالشكل، خلاص الحين ما عاد فيه، صارت عشان لازم تطلع الماركة يشوفوها. هو كذا ماشي بأمان الله. طبعا صار مسؤول كبير، النظارة ما تكون مقباتة، تكون مع رجال سمسم طال عمرك يصخر ويدخلها ياخذ النظارة، هذاك هو أصلا يلبسها يعني. هذه تشخيص الرسمية. طيب نروح للشبابية اللي طاحوا فيها من تالي، اللي هي عكس الملزام. على فكرة التشخيص الشبابية لازم الطاقية تختلف، تكون نازلة على وراء سوية كذا. هذه التشخيصة اللي هي بالملزام المعكوس بهالشكل، بعدين ننسف الشماغ على وراء وهالطريقة برضو كمان. هذه اللي هي زي الكوبرا، بلا مشبه كوبرا. اي على فكره ترى كمان يلبسونها في نشرات الاخبار، لما تكون نشره الساعه 9 مثلا نشره رسميه. الحين تشخيصه اللي اسرع شيء في الدوام، في السوق، في اي مكان، سياره رايح معزوم ما عنده مشكله، اسرع شيء ما تحتاج مرايه بعد كذا. هذه نوع واحد كذا يسموها الفراشه، فيه اللي يسوونها كذا حلو، يعني قال لك انواع شكل جديد. وفي الطريقه هذه اللي طاحوا فيها شباب من تالي، هذه دائما تلاحظها في مناسبات الاعياد لما يكون اهل العريس ولا اهل المعرس رايحين كذا مشغولين، صب الشاي القهوه ابو فلان بالعود، في تشخيصه طاحوا فيها فتره من الزمن دي بهالشكل، بعدين يجيبوها بهالشكل. بس الغريب في نوعين، او في ناس قاعد يسوون حركه جديده ماني فاهم وش المقصود منها، يعني عشان ما يطير شماغ مع الهواء ويمشي في الشارع ويوقف تاكسي كيف كذا يحطه هنا. فعلا في ناس يحطها كذا عشان ايش؟ ما تخرب التشخيصه. ولا في ناس طاحوا وبعدين قالوا لا مخبات، بعدين ما يبين قلم النظاره وش عيب، صار يحطها هنا. عن جد انا ترى فتره كنت اسويها، بعدين ضحكت على حالي وشلتها. باقي واحده دام يسوي. طيب باقي واحده. هذه اللي حقت مال الخلق. في ناس طبعا ما لهم خلق على التشخيص، وراح الدوام مغصوب، راح الجامعه ويسوي حاله امه حاله. يسمونها الاكس كمان. نزل شوي. طفي شوي. نزل شوي. طفي شوي. اللي بعده. والقلم يبقى.
ايوه. نجي الحين للغتره اللي هي الغتره البيضاء، بس لازم يلبس معها الطيه الشخال مع لبسه البشت. طبعا لما نلبس البشت نلتفت لحاجتين مهمتين، تكون الزوايا هذه متوازنه مع الكتف، وما يكون مرتفع مره ولا يكون نازل مره. ومن قدام نلتفت الاهم شيء يكون نهايه الحياكه والتطريز يكون متوازن بهالشكل. طبعا اليد تكون غالبا اليمين هي داخله جوا، واليسار تكون طالعه برا، خاصه لما نشوف بعض المسؤولين جاي في مناسبه معينه، وعشان البشت ما يطيح من ورا فيسندوا على يده بهالشكل كذا. والسلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعلى فكره لا اشوف احد يغلط بعد كل هذا التعب. مش فريقي يعني. انا